طغى. طيب خلينا واحنا مكان الاستاذ عصام زكريا، هل شايف انه يعني يمكن ان يعامل العمل الفني بهذا الشيء؟ انا قلت القايمه ودي القايمه الكامله يعني. طيب اللي اي صانع عمل فني لازم يحطها قدامه ويضع هذه المعايير. والله يعني انا مش هخفي عنك، انا شعرت بالخجل وانا بقرا هذه القايمه. عيني بالخجل. الخجل أيوة. ليه؟ ايوه لازم، لانه الفن والدراما لا يعامل بهذه الطريقه. واي مجتمع بيتعامل مع الفن والدراما بهذه الطريقه لا هينتج لا دراما ولا مجتمع. يعني الدكتوره طبعا قالت كلام جميل يعني، لكن انا بس عايز اقول بعض الملاحظات على كلام الدكتوره. هي ضربت مثل في اول كلامها بالمجتمع الامريكي. هل في امريكا يمكن ان تكتب مثل هذه القائمه او يكون في لجنه تعمل معايير مثل هذه وتروح للقنوات؟ مستحيل. لا طبعا مستحيل. لا انت ما تعرفش بس مكتوبه. لا في قوائم بيعملوها كده. انت مفيش حاجه. انا كنت استاذ في جامعه الفريد يونيفرستي 2006 او 2005، وكان الاساتذه بيقولوا لي هذه الاشياء المتضمنه مفهومه حتى في شيكاغو في افلام الجريمه محطوط في الاعتبار، وشفت بعض الافلام لتحليلها. فمعلش انا طب اتفضل عشان سالني بس، لكن اتفضل. اذا طبقنا هذه القائمه على اعمال نجيب محفوظ مثلا، فمش هيطلع ولا روايه من روايات نجيب محفوظ، لان روايات نجيب محفوظ كلها بلطجيه وعاهرات. هتشيل حميده في زقاق المدرسه، كل 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 شغل نجيب محفوظ مبدئيا كده. تشيل سي السيد بالظبط. يعني اذا طبقت حتى على اعمال اسامه انور عكاشه هتلاقي فيه نماذج كتيره واشياء كتيره جدا هتشيلها. يعني هي الفن لا يعامل ابدا بانه البطل مجرم او البطل مدمن او البطله منحرفه. دي معايير مختلفة تماما. إذا طبقت هذا الكلام على كبار مخرجي العالم في السينما مثلا زي كوبولا مثلا ولا مارتن سكورسيزي ولا أي حد، ما هو كل أعمالهم عن العصابات والمجرمين اللي هم أعظم من أنجبت يعني السينما العالمية. فالفن بيقاس بطريقة تانية خالص، مش بهذه الطريقة يعني التعليمية أو التوجيهية. كويس اللي هي يعني فكرة المعايير نفسها. أيوة بالظبط. يعني احنا مش طبعا مجال لا يسمح ان احنا نتكلم عن الفن بيشتغل ازاي مع الناس، لكن الفن ما بيشتغلش بهذه الطريقة التوجيهية ابدا، ولا الدراما بتشتغل بهذه الطريقة التوجيهية اطلاقا. يعني انت معترض جملة وتفصيلا تماما. كويس. طيب دكتور عوده، عشان أزمة بس، عشان هو لانك انت حضرتك عضو اللجنه واللجنه أيوة. لسه انتهت من هذه المعايير، احنا هنلخص لكم المعايير تاني في تسجيل صوتي بعد قليل يعني. ايوه اتفضل. يعني عايز اقول انه مثلا الجريمه والعقاب، يعني انا بضرب امثله زي ما الاستاذ عايز. كل شغل ديستروفيسي. انت معلش انت هتقاطعني ليه؟ ما انا بسمع. انا باكد على كلامك. لا يعني عايز اقول هي القضيه المعالجه. يعني القضية بتقول ايه؟ بتقول احيانا زي ما احنا لاحظنا، وده احنا مش بنقول رأينا الخاص كنقاد، انا مش ناقد فني، لكن في نفس الوقت عندي تخصص اسمه علم اجتماع الادب، مش كده؟ وعلم اجتماع الادب بيدرس الدراما والسينما ويحلل روايات نجيب محفوظ. هنا المعالجة بس ما يعني مثلا انت قلت الجريمة والعقاب. وانا قلت ايه؟ طب يعني سكولنكوف الشاب ده اللي قتل المربية العجوز. أيوة. يعني ما انت هتقولي ده بلطجه وعنف. لا خالص. وقتل اختها. لا معلش هي مساله ان احنا بنطلق الاحكام كده. ده احنا بنقول احنا في خلاف، يعني الناس كلها اتكلمنا باعتبارنا ايه؟ سلطه. يعني يتدخلون بسلطتهم، وانا بشوف ان احنا جماعه راغبه في التغيير. وفي علم الاجتماع السياسي، مش هقول الادب، الجماعه الراغبه في التغيير جماعة يهمها ارتقاء المجتمع، توحده يعني، وتعبير كده بيقولوه في أوروبا. بيقول لك سائل التجانس الاجتماعي
لابد ان يكون دائما هذا المجتمع رطبا يعني متجانس. ايوه ما هو احنا بقى ده كلام حلو بس صناع الاعمال أيوة. الفنيه ياخدوا ده يعني هي مش ياخدوا ده بالنص. ما هو بقول لك هو ده التوجيه والارشاد. لا ما هي فكره انه احنا بنتفق مع بعض على هذه المعايير، ما احناش واخدينها بالشكل المدرسي كتاب القراءة الرشيد عليك ان تذهب الى كذا، ما ينفعش. لكن هو مستنير بفكرة انه هذا الكيان الاجتماعي اللي انت متوجه له انت بتجفف سائل التجانس الاجتماعي، يعني في نهاية انت طيب. في الاخر بتؤذي المجتمع وانت مش قاصد، يعني مش بتهم، لكن بقول في الاخر ايه رأيك. المعايير دي على فكرة احنا ما جبناش معاييرنا، ده المشاهد بلغنا كويس، فتبنينا بس وجهة نظره عشان نوجد هذا الجسم بين طب ما هو المشاهد ممكن بتلاقي الرأي العام احيانا يا استاذ عصام يقول لك كده، انت عاجبك يا استاذ الدعارة والبلطجة، انت مبسوط من ما هي دي مشكلة اجتماعية. أيوة. مش مشكلة الدراما. صحيح. احنا عندنا مشاكل اجتماعية زي مشكلة مديرة المدرسة اللي بتشتكي ان المسلسلات هي اللي بوظت الطلبة. ما احنا عارفين ان نظام التعليم في مصر بيدمر الطلبة وبيدمر المجتمع المصري أسوأ بكتير جدا من المسلسلات. محدش بيتكلم ليه على اصلاح نظام التعليم الفاسد اللي بيدمر اجيال واجيال من المجتمع المصري. انت عايز يعني لك يعلقونا كل شيء على شماعة الدراما. هي الحيطة المايلة كل الناس بتهاجمها. ازاي؟ لكن الاهالي دول ما يقدرش يروح يتكلم على المؤسسه التعليميه اللي بتخرب عقل اولاده. ازاي بقى؟ ده طول النهار التعليم تمام؟ بتوجه له بالنقد. بس يعني ففي مؤسسات ما بتقومش بدورها. المؤسسات دي تقوم بدورها الاول. تنتج مواطنين مثقفين، متعلمين. جميل. صالحين، اسوياء نفسيا، ما تعرضش للمهانه في المدرسه بالضرب. بالدروس الخصوصيه من ده لان الدروس الخصوصيه دي اهانه. الدروس الخصوصيه دي اكبر اهانه بتوجه طبعا للمواطن وللتلاميذ. يعني اخطر من المسلسلات. لازم تدفع فلوس عشان تنجح.